معنا هاتفيا من اسطنبول كاتب والباحث السياسي نظير الكندوري. مرحبا بك سيد نظير. اذا الامم المتحده ذكرت ان انتهاكات ايران في مضيق هرمز ستؤثر في العراق، هل ترى ذلك؟ حياكم الله وحيا مشاهدي قناتكم الكريمه. حقيقه والله يعني عندما تراقب ما تفعله ايران ومن تهديد لامن الملاحه في الخليج، لا اعتقد انها ستشكل خطرا على الصادرات النفطيه العراقيه بالذات. فايران لديها الاستعداد على تهديد كل الصادرات النفطيه لدول الخليج ما عدا العراق. والسبب كون ان الامدادات النفطيه للعراق وصادراتها هذا سيعود بالنتيجه الى الاقتصاد الايراني، فالعلاقه الاقتصاديه بايران علاقه وثيقه، ولا يمكن ان تغامر ايران بان تهدد الصادرات النفطيه العراقيه. فالدليل على عندما زار عادل عبد المهدي وبرفق وزير النفط العراقي، صرح وزير النفط العراقي باننا قد تلقينا تطمينات من ايران حول امن الملاحه، وما يقصده هو قد تلقى يعني تطمينات حول الصادرات العراقيه النفطية عبر الخليج. لكن ما أقول أنه ربما ستؤثر من جانب آخر، هو يعني تهديد الملاحة بشكل عام في الخليج العربي سوف يجعل تأمين السفن، يعني شركات التأمين سوف ترفع من أسعار يعني التأمين، وهذا طبعا سينعكس سلبا على الدول المصدرة ومن ضمنها طبعا العراق. ما تفسيرك إذن لموقف شركاء العملية السياسية الخاضع للموقف الإيراني؟ إذا كان ما تقوم به إيران سيضر العراق، أقول إن يعني هذا التأجيج الخطاب من قبل يعني بعض النواب العراقيين وبعض مسؤولين حكوميين في العراق حول أنه نحن نخشى أن التهديدات سوف تجعل هناك صعوبات للتصدير النفط العراقي، هذا يعني يجعل ضغوط على الدول المستهلكة للنفط سواء كانت دول أوروبية أو دول شرق آسيوية لكي تضغط على الولايات المتحدة لتخفف ضغطها على إيران، وإلا يعني هم والإيرانيون شيء واحد، كتلة واحدة، اقتصاد واحد، أو لنقل هم في مصير واحد. لذلك هذه الخطابات تندرج ضمن يعني حملة هؤلاء المسؤولين العراقيين للتخفيف من الحصار الخانق على إيران. يعني مع هذه التصريحات الأمريكية أن واشنطن تسعى لإنشاء تحالف لتأمين مضيق هرمز، كيف ترى شكل الصراع في المنطقة؟ طبعا الآن الولايات المتحدة شغلها الشاغل الآن حاليا هو محاولة يعني تجيش الدول الغربية لتشكيل تحالف لضمان أمن ملاحة الخليج، وأعتقد أن محاولات ترامب ليست ناجحة بالكامل، لكن ما أنا يعني أتوقع أنه سيحالف بريطانيا النجاح في هذا المسعى، حيث أن بريطانيا الآن تقف في المنتصف ما بين الولايات المتحدة وما بين دول أوروبا، حيث أن كثير من دول أوروبا وعلى رأس ألمانيا لا تريد الاشتراك في تحالف عسكري بحري تقوده الولايات المتحدة. لكن فيما إذا تشكل يعني تحالف عسكري بحري بقيادة بريطانيا، من الممكن كثير من الدول الأوروبية وعلى رأس ألمانيا سوف تشترك في مثل هكذا تحالف. إذن مع هذا التضييق الأمريكي والعقوبات على إيران، صحيفة واشنطن بوست ذكرت أن إيران مستمرة بتمويل ميليشياتها، من أين تمول هذه الميليشيات؟ يعني إيران والنظام الإيراني يعني مشهور في موضوع التهريب ومحاولة يعني جلب العملة الصعبة والدولار من خلال عمليات التهريب. هو قام بعمليات تهريب لنفطه ليمد نظامه، فكيف بالميليشيات؟ الميليشيات الآن تسيطر على كثير من الآبار النفطية وتصدر هذا النفط عبر يعني طرق مختلفة لتهريبه إلى الخارج، وبالتالي يعني ينطبق عليهم المثل الذي يقول اطعمه من لحم ثورة، يعني هكذا نقول الميليشيات الآن إيران تمولها
من واردات النفط العراقي نفسه، سواء الذي هو عن طريق التهريب أو سواء على طريق التصدير الاعتيادي. هكذا هي تمول ميليشياتها. شكرا جزيلا لك من اسطنبول، كاتب والباحث السياسي العراقي نظير الكندوري.